السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي. الوصفة ديال اليوم غتكون عبارة عن شوربة بالخضر. فنبدأ على بركة الله. لهذه الوصفة غادي نحتاجو جوج البرو مقطعين، جوج فصوص ديال الثوم محكوكين، معلقة ديال القزبر ومعدنوس، عندي كمية من القرع، هنا تقريبا عندي 200 غرام، عندي بطاطا واحدة صغيرة مقطعة، عندي درت هنا تقريبا ربيع صغير ديال ليشو، عندي جوج ديال حبات الجزر، وعندي حبة واحدة من القرع الأخضر. إلا كان متوفر عندكم حتى القرع الأخضر اللي مدور حتى هو مزيان. بالنسبة للعطرية عندنا خرقوم، سكنجبير، بزار، الملح، وزيت الزيتون. ففي طنجرة الضغط غادي نديرو كمية من زيت الزيتون، غادي نضيفو البصل، الثوم والربيع، هاد الشوربة فريمون كتجي لذيذة، داك المزيج ديال الخضر كيعطي واحد لوكو رائع جدا. فغنخليو هاد البصل حتى يتشلط، فبعد ما تشلط لينا هاد البصلة مع الثومة دابا غادي نزيدو باقي الخضر، غادي نزيدو الخضرة كاملة. فوالا، غادي نخليوها تشحر واحد شوية، نضيفو إبزار، خرقوم، كيف ما كتشوفو ما كنكترش العطرية بزاف، و كمية من سكنجبير، ثم كنضيفو الملح. فعلي ما كتشحر ليا الخضرة، فوالا انا خليت الخضرة ديالي تشحرت شوية، دابا غادي نضيف كمية من الماء اللي غطيت فيها الخضرة، غنديرو الكمية الكافية باش نحلو حلة وحدة. فوالا، دونك هاد الكمية أنا كافية باش طيب ليا الخضرة. فوالا، دابا غنسد على الطنجره ديالي ونتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. فوالا، دونك ها السوب ديالي طابت، غادي نسين عليها حتى تبرد ونطحنها في الميكسور، سينو اللي عنده داك الميكسور اليدوي
فيقدر يطحنها ديريكتومون في الكوكوط. انا غنسيل عليها ان شاء الله حتى تبرد ونطحنها. انا درت دابا الشوربه ديالي في الكاس ديال الطحين، غادي نميكسيها ونوريكم الريزولط. اي فوالا، لا سوب ديالي كتجي على هذا الشكل، فريمون ان تري بون ديليس، وكتجي كريميه. هانتوما كتجي كريميه، فريمون ان تري بون ديليس، كتجي بنينه. غادي تجربوها وغتخليو لي ان كومونتير تقولي لي راها فريمون زوينه. انا هنا رفقتها بالشباكيه، نتوما كيبقى لكم الاختيار. كنتمنى الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. تخلي لكم الراحه. السلام عليكم.